بديل المكنسة الكهربائية عندك في المطبخ ديالك ضروري ما تجربي هاد الحيلة. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكون احوالكم كلها على خير. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم، والا كنتو متتبعين اوفياء كنشكركم على حسن المتابعه. ويلا نبداو على بركه الله. ومع المزيد من التدابير والحلول المطبخيه فغنبداو باول فكره اللي هي كيفاش تحافظوا على هذا المول هذا ديال لي كاب كيك باش يبقى لكم مده طويله. ضروري ما تردوا البال هذه المساله هذه، منين تعمروا لي كاب كيك ديالكم ضروري ما تمسحوا المول قبل ما تدخلوه للفران، خاصو يكون نقي ما تخلوش فيه لي طاش اولا البقع ديال الكيك اولا اي حاجه، لانه ملي كتدخلوا للفران كيتحرق وبالتالي كيبدا الصدا من هذيك البلاصه. فانا خسروا لي شي ثلاثه، ولكن ملي وليت كندير هذه الطريقه صراحه ولاو كيبقاو لي مزياني. هنا بغيت نشارك معكم واحد الفكره، هذه البقوله اولا الخبيزه كما كيسميوها مصوبه كامله. المهم الطريقه ديالها ان شاء الله في شي فيديو نشاركها معكم، ما كنتش مساليه باش نشاركها. المهم انا صوبت واحد الكميه كبيره، وبما انه حنايا غير قلال في الدار ما يمكنش لينا ناكلوها كامله مره واحده، وسورتو اننا كنبغيوها غير نرافقوها مع شي حاجه، يعني ناكلوها مع الحوت ولا مع اللوبيا مثلا، ماشي هي طبق رئيسي تكون طبق مرافق. فاش كندير انايا تناخذ هاد الليمون هادو ديال السيليكون وتنعمر فيهم هنايا الكميه اللي غادي تستهلك، غادي نعمرهم كاملين. البقوله من بعد ما جمدات دي موليتها من هذاك المول ديال السيليكون وجمات هذوك القطع كامل في هذه البلاستيكه هذه، وقت ما تشهيتها اولا كنت مطيبه الحوته ولا شي حاجه بتنرافقها معها كنجبد، سواء على حساب دابا هذه للشخص مثلا الا بغيت نسخنها جوج الاشخاص ولا كنجبد جوج ديال الطريفات وكنديرهم على عافيه مهيله في مقيله كنغطي ليها كدوب كتجي زوينه ما كيتغير ليها لا مذاق لا والو، ما تخافوش يعني كتبقى هي هي، يعني ما كتفرقوش واش يلا طاب ديك الساعه اولا كانت في الكونجيلاتور. هاد الحيله هادي صراحه كدير حتى لزعلوك، حتى هو كنصايب كميه كبيره، كنجيب واحد جوج كيلو ديال الدنجال وكنصايب زعلوك مره واحده كنقسمو حتى هو يا قريعات يا بحال هكذايا، كنديرو في الفريغو باش مني كنكون مطيبه الحوت. راكم عارفين الحوت يلاه كتقلي البطاطا صايبي سلاطه، وهذا الا كانت عندك شي عجينه كنجبد هاد اللعيبات هادو كنرافق بهم، سواء زعلوك اولا هادي الخبيزه اولا البقوله اولا زعلوك ديال الشيفلور حتى هو الشيفلور مشرمل، حتى هما راه ديجا مصاوبهم معاكم وصافي، وكنسخنهم وفيت في وكيكون عندي واجدين. راه ما كيتغيرش لهم المذاق بالنسبه للناس اللي كيسولوا المجمد، غير هو ديروه في بلاستيكه وحكموا عليهم الاغلاق باش ما يدخلش لهم داك الهواء ديال المجمد. اليوم قررت نخمل هاد السيجور هذا اللي عندي فيه هاد السدادر هادو. مهم حيد الزربيه دوز لاسبيراتور، وهنايا جبت هاد الزربيه هذه درتها هنايا في المرح، وغادي نوريكم كتشوفوا تما واحد الغطاء راه كنت ديجا خدامه عرفت راه شحال ديال الغبره. شوفوا 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 شوف. هادشي كله خرج من الزربيه، حيت هاد الزربيات هادو اللي دايرين بحال هكا عرفتوا كيشدوا الخمله، المهم كيشدوا التفرتيت كيشدوا كلشي، هادو ما لايقينش البلاصه ديال الماكله، هادو لايقين بيوت النعاس فقط، ما بلاصه الماكله والله ما لايقين ليها. المهم التدبيره اللي غنشارك معكم زوينه، ما فيهاش الصراحه اللي طلع الزربيه السطح باش ننفضها، غادي نوريكم كيفاش كنفضها في وسط الدار.
هنايا راني سرحتها مقلوبه كما شفتوا، سرحتها مقلوبه وصافي. كنحتاج غطاء، هاد الغطاء هذا عرفتو كنبقى كنضرب به، غادي نضرب به الزربيه كامله، غتشوفوا معايا شحال ديال الغبره وشحال ديال التفرتيت خرج منها. صافي دوزت عليها كامله بهذيك الغطايا وغادي نهز هذا. هانتوما شوفوا 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 شو كله نزل منها. هانتوما الطريقه هذه واعره واعره واعره. شوفوا 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 شنو نزل منها. وعاد هذاك الشيء الاول راه نفضتها المفضه الاولى، وعاود الثاني عاود تفرشتها وعاود الثاني نفضتها. هذا الشيء زعما راه كندوزو لاسبيراتور وكان، ولكن هادوك الزرابي كيشدو الزبل الصراحه. هادشي كله راه غير تفرتيت خبز حرشه كيكه، مهم داكشي ديال الماكله. هانتوما شوفوا شوفوا هاد العجب هذا اللي خرج، شتوه؟ صافي دابا الزربيه راها تنقات، ومازال غادي نعاود ليها نفض اخرى حيت راه عرفتوا راه ما يمكنش، ولكن راها على العموم غندوز عليها دابا غير لاسبيراتور حيت هذاكشي اللي لداخل راه تحيد. وهنايا عندي السردين فبغيت نطحنو، كانت الهشوار عندي في الغساله ديال الاواني، فقلت اشنو غندير، طحت عليه واحد الفكره، قلت غادي نطحن السردين بهذا الميكسور بلونجون. سبق لي شفت واحد الاخت كانت طحنات السردين بهذا الميكسور هذا، ولكن ما ننصحكمش نهائيا ديروا هاد الفكره هذه، لانها غادي غير تخرج لكم على الميكسور ديالكم. وشوفوا معايا انا اشنو قضيه فيه، فصراحه هذا الميكسور راه ما ديالش هذا الشيء، ماشي اي حاجه شفتوها تنوضوا تطبقوها، ضروري ما تخدموا عقلكم. فانا شفت صراحه السيده طحنت به عادي وكطحن به حتى الكركم، ولكن ضروري ما خاص يكون بحال هذاك باش كتخدم باش تقدروا تطبقوا الفكره. هذه نصيحه نقدمها لراسي اولا عاد كنقدمها لكم حتى نتوما. هانتوما شفتوا ضرب منه الضو وهو طحن ليا السردين، ولكن راه خسر يعني تفرقع شحال فيه الضو خرج منه. والميكسور بلونجون صافي راه خسر، راكم شفتوا كيفاش وقع ليه، يعني خرج منه الدخان وتحقت فيه شي حاجه. المهم هذا راه خسر ليا، ان شاء الله غادي نشري شي واحد يكون مجهد عليه. بالنسبه لهذا الميكسور هذا راه زوين ماشي خايب، راه كنت واخده شي عامين هذه من بيم لا مارك امبريال، هو زوين صراحه، ولكن الاستعمال اللي درت ليه تكرفصت عليه. راكم عارفين هاد لي ميكسور هادو راه ما تيكونش الواط ديالهم طالع، راه تيكون الواط ديالهم قليل. هانتوما شو 200 واط، يعني غير طحنوا به هكذا صوبات، طحنوا الكونفيتور، طحنوا العصير، شي حاجه اللي تكون خفيفه ماشي شي حاجه اللي تفورسي. وبحال انايا فاش طحنت به السردين عرفتوا راه هنا يتعلق وخسر، يعني حافظوا عليه. انا غادي نشري واحد ان شاء الله يكون ماركه زوينه يكون طالع عليه الواط، حيت انا كنبغي نستعمل الحاجه بزاف الاستعمالات، وان شاء الله غادي نشارك معكم. المهم اللي بغات تاخذ هذا راه زوين من بيم، راه داير غير 140 درهم، استعملوا وتكيس عليه راه كيطرب حتى، راه ديجا شاركت معكم الحيله، ممكن تطلعوا به حتى لا كريم شونتي او لا كريم فريش طلعها لكم بحال الباتور، تصيبوا به لا مايونيز. المهم استعمالاته كثيره، غير هو ما طحنوش به شي حاجه اللي قاصحه كما درت انا، طحنت به السردين تكرفصت عليه وهو يخسر. المهم هذه النصيحه هذه غير للناس اللي عندهم وكيشوفوا شي حاجه كيبغيو يطبقوها فردوا البال. وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا طبعا ولو فكره واحده، فكنتمنى تخليوا لي التعليقات ديالكم لانني حتى انا كنستافد منهم. وطبعا الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنرحب بكم، كنقول لكم انضموا للعائله ديالنا باش تزيد تكبر ان شاء الله. خليتكم على خير، والسلام عليكم.